نهاية شهر العسل بين السعودية وباكستان، أسرار زيارة قائد الجيش الهندي إلى الرياض. شهر عسل طويل شارف على نهايته بين المملكة العربية السعودية وباكستان، والدليل على ذلك زيارة قائد الجيش الهندي الأخيرة للسعودية والتي حملت رسالة واضحة لباكستان. المحطة الأبرز في تدهور العلاقة بين السعودية وباكستان كانت الزيارة التي بدأها الجنرال مانوج موكوند نارفاني قائد الجيش الهندي، والتي ضمت وفدا عسكريا وآخرا دبلوماسيا في زيارة هي الأولى من نوعها إلى الإمارات والسعودية. ولا شك أن تلك الزيارة تثير كثيرا من التساؤلات في ظل كون السعودية مقر منظمة التعاون الإسلامي وباكستان العدو اللدود للهند، أكبر دولة إسلامية تسعى إلى الحصول على دعم العالم الإسلامي في مواجهة إجراءات الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي بحق المسلمين الهنود، وكذلك في إقليم كشمير الذي ألغى نيو دلهي الحكم الذاتي فيه العام الماضي. وقد ربط البعض بين التقارب السعودي الهندي وملف عودة العلاقات مع إسرائيل والاقتصاد وأمور أخرى، وبين تدهور العلاقات بين الرياض وإسلام أباد لم تكن الزيارة الأخيرة لقائد الجيش الهندي إلى السعودية خطوة كبيرة في الحوار العسكري بين البلدين فحسب، بل إنها أيضا أرسلت إشارة قوية إلى باكستان جارة الهند. ثمة دلائل قوية على أن سياسة الرياض تسعى للموازنة بين الهند وباكستان، وكان هذا الاجتماع إحدى العلامات البارزة الأخرى في العلاقات التي تزداد توترا بين السعودية القوة الاقتصادية العظمى في الشرق الأوسط وحليفتها باكستان المسلحة نوويا ولكن الأقل شأنا اقتصاديا. وقال جيمس دورسي الباحث في كلية سان راجرتمان للدراسات الدولية ومعهد الشرق الأوسط في سنغافورة، إن العلاقات الباكستانية السعودية كانت بكل تأكيد معقدة على الدوام، لكن منذ عام 2015 بعدما منع البرلمان الباكستاني الجيش الباكستاني من المشاركة في الحرب في اليمن زادت هذه العلاقات تعقيدا. الصراع العسكري في اليمن ليس السبب الوحيد وراء الخلافات بين السعودية وباكستان، ففي فبراير الماضي توقعت باكستان أن تدعمها الرياض في تعاملها مع الهند في أزمة كشمير التي أدت في مايو إلى تجدد الاشتباكات بين الهند وباكستان، وطلبت باكستان تحديدا عقد اجتماع لدعمها مع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية. وبعد رفض السعودية طلبها جددت باكستان طلبها، وهو ما أدى بدوره إلى مطالبة الرياض برد القرض الذي تبلغ قيمته مليار دولار. السعودية تملك استثمارات كبيرة في الهند التي تعد أيضا أحد المشترين الرئيسيين للنفط السعودية، وهذا يفسر تراجع الدعم السعودي لموقف باكستان من كشمير. ويقول دورسي إن من باب الإنصاف السعوديون ساعدوا الباكستانيين كثيرا حين احتاجوا إليهم، وكان القرض المبدئي البالغة قيمته مليار دولار جزءا من حزمة قيمتها 6,200,000,000 دولار لمساعدة باكستان في حاجتها للسيولة للتصدي للعجز التجاري المتصاعد في البلاد وتراجع الاحتياطيات الأجنبية في نوفمبر عام 2018. ووفقا لوسائل إعلام باكستانية تضمنت الحزمة 3,000,000,000 دولار في شكل قروض و 3,200,000,000 دولار من التسهيلات الائتمانية النفطية التي أوقفت في مايو عام 2019. ويقول دورسي إنه رغم أن السعودية هي القوة الإقليمية العظمى فإنها تحتاج أيضا إلى باكستان نظرا لقربها من أفغانستان وخصمتها إيران، وعلاوة على ذلك فباكستان موطن أكبر أقلية شيعية في العالم، ومن ناحية أخرى يشكل الباكستانيون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين في السعودية. ورغم حقيقة أن الرياض قد أعادت بالفعل عشرات الآلاف من العمال معظمهم من العمال اليدويين الذكور، فالأموال التي يحولها المهاجرون المتبقون إلى بلادهم باكستان لها تأثير كبير على الاقتصاد الباكستاني.